مشاهدي الحرك سعيد، بنرجع لحضراتكم مره ثانيه ومعركه الدستور. معركه الدستور اعتقد ان هو ده شغل شاغل دلوقتي لكل المصريين، دستور مصر اللي هيعيش معانا سنوات وسنوات. الدستور اللي عرفنا انه لازم يكون بيقوم على التوافق، الوفاق، الديمقراطيه، وليس على الانقسام ولا على الاختلاف ولا على الديكتاتوريه. انسحاب الكتله المدنيه وانسحاب الكتله الليبراليه من اللجنه التاسيسيه لوضع دستور مصر اعتقد انه شيء مخيف ولازم كلنا نقف عنده. ضيفنا دلوقتي واللي هيكلمنا عن معركه الدستور واللي بيحصل في مجلس الشعب واللي بيحصل في اللجنه التاسيسيه لوضع دستور مصر هو عضو مجلس الشعب سياده النائب الاستاذ مصطفى الجندي. صباح الخير استاذ مصطفى، اهلا بحضرتك. وايه اللي بيحصل؟ بسم الله الرحمن الرحيم. اولا طبعا اللي بيحصل زي ما حضرتك قلتي عايزين توافق. الدستور ايه هو؟ الدستور هو عقد مجتمعي ما بين المجتمع وما بين من سيحكمه من سلطات ثلاثه، سلطه تنفيذيه مثلث رئيس الجمهوريه والوزارات، سلطه تشريعيه اللي هي البرلمان والشورى، والسلطه القضائيه. الثلاث سلطات دولت الشعب بيحط دستوره، بيقول والله الثلاث سلطات دي كل سلطه ادي اختصاصاتها، بيفرق ما بين السلطات الشعب وبيقدم بعد كده هو دستوره بالحريات. انا عايز حرياتي تبقى كذا، عايز شكل الاقتصادي البلدي يبقى كذا، عايز الحاكم يبقى كذا، يعني بنحط الشكل العام. ودي في لحظه توافق عامه بتتكتب مع لحظات توافق المجتمع زي لحظه الثوره لما توافقنا كلنا ان احنا عايزين نطيح بالنظام. في اللحظة دي كان المفروض نكتب فيها دستور، عشان كده كنا زمان بنقول الدستور الأول، لأن بالزبط. كان في لحظة توافق. بعد كده تحولنا من لحظة توافق إلى لحظة منافسة اللي هي انتخابات وأحزاب وحزبيات. أدت هذه الانتخابات إلى وصول أغلبية كاسحة من التيار الإسلامي للبرلمان. لما جينا نحط بقى الدستور هم عايزين يستخدموا هذه الأغلبية الكاسحة في وضع الدستور، وهذا ضد منطق وضع الدستور الذي يعتمد على توافق كل القوى السياسية وليس على الأغلبيات، لأن الأغلبيات زائلة. الأغلبية النهاردة 4 سنين، بكرة تتشال وتيجي أغلبية جديدة، ولكن الدستور ماضي 50 سنة 60 سنة على حسب ما احنا بنبص والرؤية بتاعتنا بتوصل. اللي حصل ايه؟ اللي حصل بكل بساطة ان احنا قالوا لنا توافق وهنعمل توافق وما تقلقوش، او كلمه التوافق دي سمعناها الفتره اللي فاتت والله كتير. يعني الحقيقه احنا صدقناهم. ليه؟ لان لما تكون في التيار الديني اكيد ان الكذب بالنسبه لك هو قمه النفاق، وبالتالي احنا صدقنا وكمل لغايه، انا هتكلم عن شخصي، لغايه ما وصلت يوم الانتخاب لقيت ادونا كراسة فيها تقريبا 2800 اسم، وقالوا لنا في خلال ساعة صورنا. قال لك طب خلاص في خلال ساعتين عايزك تختار من ال 100 اسم، من ال 2800 اسم دولت 100. بالمناسبة ثلاث ارباع الاسماء اسم ثنائي، ما فيش وراه حتى سي في ولا يقول لي ده مين. طب انا المطلوب ان انا اتوافق على ايه دلوقتي؟ على اسماء، اسماء لجنة ال 100. انا النهارده انت مديني اسماء مثلا من عندك وانا جايب اسماء من عندي، مش المفروض نقعد مع بعض يمكن انت من الاسماء اللي انت جايبها احسن من الاسماء اللي انا جايبها فنتوافق عليها او العكس؟ المهم انا رفضت، قلت لهم انا ما اقدرش اقوم بده، بالذات ان كان في برشامه بتتوزع فيها ال 100 اسم على نواب النور والاخوان وبعض من النواب اللي اسمهم موجود في قائمه المية. طب ده هيقدر يملى يعني بسرعه كده هو؟ انا ما اقدرش اقوم بدوري وانا ما جيتش هنا عشان ارفع ايدي او اكون ديكور. فانسحبت من التصويت وقلت هذه النتيجه لن تصل بنا الى بر امان ولا بر توافق. بعد شويه الكثيرين ابتدوا يرفضوا الترشيح، ان هو ينتخب. بعد كده قلنا احنا مش عايزين نهد المعبد، احنا عايزين نكمل. فروحنا للدكتور سعد الكتاتني، مجموعه من النواب المصريين الاحرار، احمد سعيد رئيس الحزب، حمزاوي مع الحفظ طبعا الالقاب، مجموعه من النواب، ورحنا له قلنا له لو تسمح اجل التصويت اسبوع على الاقل انا اروح اخد الاسماء دي ابتدي ابحث عنها اطلع لها سي في عشان لما اجي اختار للشعب المصري طباخ الدستور المصري اللي هيعيش 50 سنه اختار احسن واحد فيهم. قال لا،
يعني احنا ابتدينا التصويت ومش ممكن. فالدكتور زياد بهاء الدين قاعد قال له طيب احنا كمصري ديمقراطي شلني انا وحط الدكتور نور فرحات، ده فقيه دستوري، ده هيفيد اللجنه اكتر، شلني انا يعني كحزب. واعتقد انه تواجد رجال القانون في وضع الدستور ده شيء مهم جدا. فقال له شلني طالما احنا واخدين كوتا ثلاث مثلا مقاعد في اللجنه كحزب، شلني وحط فلان. قال له لا، احنا عارفين ان فلان في خلاف ما بينه وما بين الاخوه. انا في اللحظه دي عرفت وتيقنت انها مسرحيه واحنا ما فيها الا ديكور، زي ايام الحزب الوطني بالظبط. لما كان يدينا الموازنه قبل التصويت بثلاث ساعات، موازنه قد كده، ويقول لي اقراها وعقب وناقش. مش ممكن، لكن انا موجود كديكور عشان يتقال في الاخر ان في معارضه وان في بروسيدير اتاخد، اجراءات اتاخدت كلها ديمقراطيه. هذا ليس له دخل لا بالديمقراطيه ولا بالفقه القانوني. لان المشوار بعد كده ايه اللي حصل فيه؟ الكل بينسحب. الكل النهارده بينسحب. بالظبط. الكل بينسحب، يعني هتفضل في الاخر ايه؟ هما لوحديهم، لان لن يقبل اي نائب محترم انه يكون ديكوره في الاخر حقيقي. يقول رايه وبعد كده يرفعه بالاغلبيه. حقيقي. اغلبيه ايه اللي هنعمل بيها دستور؟ ده لازم يبقى بالتوافق، يعني اكتر من التلتين لازم يكونوا موافقين على الراي المعين. يعني طيب استاذ مصطفى، بعد الانسحابات الكثير اللي احنا شايفينها وبتستمر، ويمكن احزاب كتير جدا انسحبت خلاص من اللجنه التاسيسيه، الواقع ايه اللي هيحصل فيه؟ هل هتستمر او هل هيستمروا الحزبين المسيطرين اللي هم الاخوان اللي هم الممثلين في الحريه والعداله والسلفيين الممثلين في النور هم اللي هيحطوا الدستور، ولا هيتم حل هذه اللجنه التاسيسيه؟ ايه اللي هيحصل بقى؟ يعني دلوقتي خلاص انتوا اتسحبتوا وكل الناس فاقده الثقه بشكل كبير جدا في اللي بيحصل، وفي ناس ابتدت تقبل العزاء في دستور مصر القادم. لا، ايه اللي هيحصل؟ احنا لما انسحبنا احنا ما انسحبناش سلبيا، احنا انسحبنا وشكلنا لجنه 100 موازيه لوضع دستور لكل المصريين، يشترك فيه كل المصريين بكل طوائف المصريين، وزي ما بيقولوا كريمه المصريين. يعني خير القضاء والسلطة القضائية، مرشحين للرياسة، عايز يبقى متأكد ان الدستور الجاي دوت سيراعي الجزئية بتاعة السلطة التنفيذية. هيكون في فقهاء دستوريين على اعلى مستوى، هيكون في نوبل، هيكون في زي واحد زي الدكتور محمد غنيمة، هيكون في شخصيات مصرية عظيمة. وهنعمل الدستور الموازي ليه؟ لان الشعب المصري يستحق انه حينما يستفتى على اكثر من اختيار. مش معقوله انا استفتيه على حاجه واحده، وبالذات لو حاجه معموله بنظام طائفي. يعني انا هنا بقول طائفيه، يعني هو طائفيه بس بقى مش مسيحيه، طائفيه اسلاميه دلوقتي. أيوه. لان حتى احنا بعدونا، يعني حتى اللي هو مش منتمي ليهم بعدوه، حتى الطالب اللي جابوه من المنصورة، وهي أنا بعتز إن أنا من الدقهلية ونائب عن الدقهلية، ولكن هذا الطالب ليس من اتحادات طلاب مصر. إزاي؟ فين اتحادات طلاب مصر؟ فين شباب الجامعات بتاع مصر إن هو اللي يختار؟ المصيبة إن هم اللي بيختاروا لنا زي زمان بالظبط. يعني عارفة أنت إيه؟ مش بيسألك مثلا تحبي تاكلي إيه؟ لا، هو ده هتاكليه، هو ده اللي هتاكليه، وهو ده اللي شغال عندي. وخلاص. إحنا الأغلبية، إحنا اللي الشعب جابنا. لا، خلي بالك، الأغلبيات ممكن تمشي في ثانية. حقيقي. وما تنسوش اللي حصل في مبارك اللي كان أقوى منكم مليون مرة. فأنتوا النهاردة بعدتوا عن الثورة والثوار، ولعبتوا لعبتكم لوحديكوا مع المجلس العسكري، والنهارده انتوا في خلاف مع المجلس العسكري. بالظبط. لكن انتوا في خلاف مع المجلس العسكري ومفيش ثوار حواليكوا. هنا مشكله كبيره للتيارات الاسلاميه اللي هي الثوره جابتهم وخرجتهم من سجون وشالت عنهم الظلم. سابوا الثوره. حقيقي. وراحوا للسلطه. لكن نقطه مهمه جدا، طول ما مفيش دستور مصري مكتوب، في حاجه اسمها الشرعيه الثوريه، وهي اهم شرعيه لحين وضع دستور بالتوافق. خلي بالك، احنا ممكن نعمل دستور غير دستوري. ايوه. يعني الدستور نفسه يبقى غير دستوري. ليه؟ لان الدستور الكبير هو منظومه الامم المتحده لحقوق الانسان.
هي دي أساس والبنيان. عارفة يعني إيه دستور؟ هي كلمة فارسي معناها الأساس. الأساس إزاي تبدي الدور الأول من غير ما تضع أساس؟ جميل. إزاي المخلوق يخلق الخالق؟ الخالق هو الدستور والمخلوقات هي السلطات الثلاثة. إحنا بنعمل شغلانة سمك لبن تمر هندي، وده مش هيمشي لسبب واحد. سبب واحد. اللي قام بالثورة دول مين؟ شباب مصر. شباب مصر ده حاجة العالم كله وطى وانحنى أمامه. الشباب ده ما بيضحكش عليه زي جيلنا والجيل اللي قبله. الشباب ده شايف هو عايز إيه وعايز يروح لإيه وبيوصل للي هو عايزه، وما عندهوش عندهم التجرد. هم مجموعة. وده أمل مصر، إن الشباب ده يحكم مصر حقيقي. أستاذ مصطفى، الإخوان والمجلس العسكري وصراع ما بينهم، وبدأت المعركة وتم إعلان المعركة. يعني المعركة يمكن لو كانت بادية من قبل كده يمكن كانت مش واضحة للجميع، ولكن الآن واضحة لكل الناس المعركة الموجودة ما بين المجلس العسكري وما بين الإخوان الممثلين في حزب الحرية والعدالة. الإخوان بتدعمهم الأغلبية، المجلس العسكري بيدعمه القوة وإن هو السلطة الحاكمة في مصر. لا، بيدعمه كمان حب الشعب. حب الشعب طبعا. الشعب المصري عجيب. لما بيقولوا خير الأجناد. أيوة. الشعب المصري ده يقولك إن فتك المير يتمرغ في ترابه. أنا فاكر في وإحنا أيام ما كان الانتخابات، فكنا في الثورة مستمرة، فعاملين مؤتمر كبير في الدقهلية في إحدى القرى. فقام أحد النواب الثوار اللي هو كان في القايمة بتاعتنا، وقام ابتدى يتكلم وابتدى يخبط في مين؟ في المجلس العسكري. أقسم بالله العظيم قام واحد من الفلاحين راجل كبير، قال لي يا سيادة النائب، يا ابني النيل، أنا مش هنسى، كله إلا الجيش. بالظبط. كله إلا الجيش. طبعا. تراب الميري على راسنا يا ابا الحاج. علاقة عجيبة بتربط ما بين الشعب المصري وما بين جيشه. هي دي قوة مصر. هي دي قوة مصر. يعني حالة من الحب والارتباط عجيبة. ما هي دي خير الأجناد. ليه ربنا عمل مصر ملجأ؟ ملجأ للأنبياء، ملجأ للسياسيين، ملجأ للمظلوم. رغم انه في اختلافات على سياسات كتير. يعني لا لا لا. ده ملوش علاقه انا بتكلم بالاختلاف. على جيش مصر. خلي بالك انا بتكلم على الجيش المصري. مش بتكلم على الاداره، المجلس العسكري. المجلس العسكري احنا انتقدناه، وكنا دايما نقول له احنا بننتقدك كمجلس مش كجيش. مش كجيش. وده مهم جدا انه يبان. احنا عملنا ثوره سلميه. سلميه. ضد مين كانت؟ ضد الشرطه ومبارك، لان هم ده كان الكيان بتاعهم. تمام. ما ضربناش حد، احنا كنا سلميه. سلميه بنموت وما بنقتلش. فانا النهارده لما اشوف ان الثوره بتاعتنا الاخوان عايزه تقلبها دمويه بالاعلان اللي طلع كان جامد جدا، لا انا مش هواجه جيشي. مع كل اختلافي مع المجلس العسكري حقيقي. انا مش هواجه انا ما واجهتش الشرطه. يعني تعتقد الشرطة انه ضربتني وانا ما ضربتش فيها، يبقى تفتكري انا هضرب في الجيش؟ فهم خسرانين. ما حدش يخش قدام الجيش. انا بتكلم على الجيش المصري في منافسه في مصر حقيقي. لان دي قوه مصر. 80 مليون عسكري. يبقى نتيجه المعركه محسومه اعتقد يا استاذ مصطفى. محسومه. لو تحولت الى الشعب لازم يختار ما بين الاخوان والجيش، لا هيختار الجيش. هيختار الجيش. مصر. والجيش عارف كده. لما المشير طلع قال ها اعمل استفتاء، ما هو عارف ومتاكد ان الشعب المصري بيحب جيشه وده قوته. ولكن مش لازم كمان ان انا استغل النقطه ديت، لان ما انساش برضو ان في 67 كان عندي مجلس، وفي 73 كان عندي مجلس عسكري، وهو نفس العسكري والمجند قعد من 67 ل 73، هنا خسر وهنا كسب. يبقى بالتالي الاداره، وحينما ننتقد الاداره. لكن جيشنا هو مين؟ ما هو اخوكي واخويا وابويا وابوكي. بالزبط. هو ده جيش مصر. وخلي بالك دي قوتنا، احنا ما بنكسبش الحرب بالسلاح، احنا بنكسب الحرب بالعسكري المصري والعقيده المصريه. انت عمر ما كان عندك في حروبك حتى مع التتار كنت اضعف في السلاح، لكن العسكري المصري. طب مين العسكري المصري؟ ال 80 مليون. ام محمد اللي ابنها يموت تقول له انا عندي سته تانيين هبعتهم لك. هي دي الباور بتاع مصر. وعشان كده اسرائيل لما عملت نظامها التجنيدي عملت تجنيد مفتوح. ليه؟ عشان يفضل المواطن مجند. ليه؟ لان غارمها اللي هو مصر عارفه تماما ان هو مجند من غير ما يبقى مجند، لانه بيعشق جيشه. فهي دي قوه. احنا النهارده عايزين نعدي ببلدنا لبر الامان، عايزين جيش قوي مسلح ومنوع السلاح.
عايزين شعب متعلم ويجد تعليمه وصحته بكرامة. عايزين ان الثورة دي تحولنا ان احنا نتفوق على كثيرين احنا كنا قبليهم بزمان. مش عايزين نرجع لورا. يعني احنا نفسنا، وانا متيقن ان احنا لو رجعنا لشبابنا اللي احنا كنا بنتريق عليه ونقول طول النهار قاعد قدام الفيسبوك، هو لسه في حد اللي حررنا؟ والله اقول لك حاجه، هم اشتغلوا جامد قوي قوي على تكريه الشعب في شباب الثوره والثوار. بس افتكر ان كل اللي حاول يعمل كده بيبان، كله بان. ليه خلاص بقى؟ كله ليه؟ بان على حقيقته يا استاذ مصطفى. لسبب. طب ادي الثوار قاعدين في بيوتهم بقالهم اشهر. طب انتوا بتعملوا ايه بقى؟ البنزين اخباره ايه؟ الجاز اخباره؟ يعني مش هم اللي موقفين الاقتصاد؟ لا طبعا، بالعكس، ده هم لما بينزلوا عايزين البلد يتصلح حالها بسرعه عشان الاقتصاد يمشي. مظبوط. سياسيين كتير جدا بيدعوا لمليونيه اليوم الجمعه اللي جايه علشان دستور مصر، واعتقد انه اتفقنا او اختلفنا انه حتى الناس اللي ما كانتش مع ثوره 25 يناير هم النهارده مع ثوره لوضع دستور حقيقي توافقي نقدر كلنا نبقى متواجدين فيه، لان ده نجاح الثوره حقيقي. لان الثوره لو ما انتهتش بدستور جديد اجتمع الشعب كله كله، مسلمي اقباط ونوبيين سيناويه رجاله ستات، الشعب بالزبط. كله اخوان مسلمين سلفيين، الكل مجتمع ويضع دستور جديد، هي دي نجاح الثوره. وطول ما فيش دستور راضي عنه الشعب يبقى الثوره مستمره حقيقي. يعني حضرتك شايف انه طبعا ده ان شاء الله مش هيحصل ومصر كلها هتحط الدستور، مش حزب واحد ولا حزب. لا لا، لن نقبل ذلك. والمصريين لن يقبلوا ذلك. خلي بالك، يعني من اول الفلاح البسيط رافض ده حقيقي. ورافض الهيمنه. خلي بالك جزء كبير من قومه الاخوان كانت ايه؟ الظلم اللي كان واقع عليهم. الشعب بتاعنا ما بيحبش الظلم، بيحب المظلوم، بياخد المظلوم في حضنه. للاسف الشديد النهارده الاخوان بتثبت للشعب انها بتتبع نفس الطريقه في الظلم اللي كان بيتبعها سابقيها، وده اللي هيقضي على شعبيتها الكبيره. اللي احنا قلنا لما يبقى ليهم 70 80% في البرلمانيين، مش معنى ان 70 80% من الشعب المصري اخواني، ولكن راى في الاخوان امل معين ورؤيه معينه، وراى في الاسلام، لان كلنا مسلمين وعارفين تاريخ الاسلام كويس وعارفين تاريخ قواده كويس، وبالتالي لما نشوف ان قائد اسلامي النهارده موجود لا يتبع السلف ولا يتبع السنه. يعني فاكره زياد العليمي لما هجموا عليه كلهم قلت لهم والله لقد رايتكم اتبعتم سنه عمر ولم تتبعوا سنه محمد عليه الصلاه والسلام، فراحوا باصين لي كده قالوا لي ازاي؟ قلت لهم لما كان بيخش اعرابي على سيدنا رسول الله عليه الصلاه والسلام يهاجمه كان سيدنا عمر يقوم عايز يقتله. لما زياد اتكلم على محمد الشيخ محمد حسان، وانتوا اتبعتوا سنه عمر قمتوا عايزين تقتلوا زياد، لكن لما راح هو لمحمد حسان الشيخ محمد حسان اخده في حضنه، هو اتبع سنه محمد وانتوا اتبعتوا سنه عمر. يعني معناه ان انتوا مش هتضحكوا على الشعب باسم الدين، لان شعبنا متدين من 7000 سنه، وحد من 7000 سنه حقيقي، فمش هيضحك عليه بالدين حقيقي حقيقي. سيادة النائب وعضو مجلس الشعب الأستاذ مصطفى الجندي، بشكر حضرتك على وجودك معانا، ودايما وجودك بيدينا أمل إنه هم دول المصريين اللي بجد، وهم دول بجد مصر، وكلنا على فكرة مسلمين ومسيحيين في الأول وفي الآخر مصريين، وما بنطلبش أكتر من إننا يبقى عندنا حقوقنا الشرعية اللي إحنا عارفينها ومش مستنيين حد يعرفها لنا، وما يبقاش لينا كفيل وإحنا اللي نكفل للعالم بالزبط. لأن ربنا خلقنا كفلاء للعالم وقيادة للعالم وحصن امان للهارب ضعيف. دي مصر. ومصر دي اعظم مننا كلنا. واللي يقول لك مصر دي تقف وتقع بتاع، دي مصر دي شغاله بقى لها 7000 سنه، ولو عايز توقفها عايز 3000 سنه. مصر اكبر مننا كلنا واللي جاي أكيد. اكيد احسن احسن بكتير. الحمد لله، ان شاء الله يا رب، احنا كلنا متوقعين. مشاهدينا نروح لفصل ونرجع نستكمل باقي فقراتنا في نهارك سعيد، خليكم معانا.